تاني خالص، نعم حاجة مختلفة بقى عن اللي احنا بنشوفه في ال شوف احنا كنا بنتكلم عن المونديال ودورتموند ورحنا للتحكيم والمنتخبات. تعالى بقى نغير صعبة. الصورة شوية ونروح لحاجة إيجابية تانية. اتفضل. عمر مرموش والانطلاقة القوية اللي عملها في البوندس ليجا السنة دي، نعم، في الدوري الألماني. النهاردة يمكن صحيفة أسبانية على منصة إكس، ويمكن احنا بنتكلم على صحيفة دياريو سبورت، ودي صحيفة كتالونية أو نعم. منصة كتالونية، نعم، بتتكلم على إن في رغبة من برشلونة لضم عمر مرموش. طبعا مليون في المية. طبعا طبعا انا كواحد بحب برشلونة اكيد مليون في المية. مرموش النهاردة تارجت، وخلي بالك عايز اقول حاجة، مرموش النهاردة ربما كمان يبقى صعب على برشلونة، مش سهل. صعب طبعا يعني اقول لك على حاجة، الصحيفة الكاتالونية قالت ان اخواننا لابورتا رئيس برشلونة يرغب في التعاقد مع مهاجم جديد لخلافة المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي في السنوات المقبلة. صحيح. الفكرة في حتة ايه؟ النهاردة برشلونة يعني مع لابورتا بسبب الأزمة المالية الطاحنة اللي بيمر بيها برشلونة في السنوات الأخيرة، واللي بسببها لعيبة كتيرة مشيت، بدأ ينتهج سياسة جديدة، وهي إنه بيشوف اللعيبة اللي بتخلص عقودها مع الأندية فور فري وبيروح يديهم مرتب كويس، فبالتالي يبقى هو جاذب لهذه النوعية من اللاعبين. طيب النهارده مرموش، احنا بنتكلم الناس كلها بره في اوروبا بتسمي مرموش هو النهارده بالفعل خليفة محمد صلاح. هو مرموش النهارده بيعيش نفس الفترة اللي كان بيعيشها محمد صلاح، خلينا نقول مش مع فيورنتينا ولكن مع روما. مع روما. وبالتالي فترته مع روما خليته النهارده يروح ليفربول وينفجر. فالناس النهارده شايفه ان مرموش لسه ما انفجرش. مرموش النهارده في المرحلة بتاعة محمد صلاح مع روما. وبالتالي الحق دلوقتي اخطف. اخطف. لان مرموش خلال اعتقد كل الانديه الكبيره في اوروبا هتبدا تحط سبوت لايت على مرموش، بس مش دلوقتي، كل امانه هم هيستنوا لغايه اخر الموسم، نهايه الموسم عشان اكيد يشوف. طبعا احنا لازم هو بيحسب موسم كامل، احنا اللي بنبقى مستعجلين شويه. لا هو هيستنى لغايه الموسم ما يخلص ويحكم على مرموش بموسم كامل. ان شاء الله باذن واحد احد مرموش كمل بنفس السيستم وبنفس المستوى اللي بيقدمه ده. انا بقول لك الصيف القادم انت بتتكلم على خناقه شديده جدا 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 في الميركاتو الصيفي لانديه اوروبا على مرموش، وهنا بكل امانه يبقى موقف برشلونه صعب. مثلا برشلونه ما يقدرش ينافس ريال مدريد في الرواتب ولا ليفربول ممكن ليفربول، لكن مثلا اكيد برشلونه مش هينافس السيتي، مش هينافس باريس سان جيرمان في الرواتب، فعليا مستحيل.